مليشة ومعها البوليسية ومعها جماعة ستيغ ومديرين ستيغ ومسؤولين ستيغ ومعها الوالي والمعتمد والمندوب والمسؤولين الكبار والحكومة المديرين والدولة الكل. قالت لي هاي الورقة واللي شدت الورقة والمسؤول على الورقة. قالت لي والحاكم والبوليسية والحرس. قالت لي والمندوب والوالي والمعتمد والحكومة. وانت طالع والحكومة ها والحكومة ها طلع عادي يا مماتي شديت في الحكومة. قالت لي والحكومة ها فانت باش تموتي ونحن باش نباسو يا سي مماتي. قالت لي ها قلت لك وقايس ها قالت لي ها 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 يا مماتي شنيا باش تباسيني ها قالت يا مماتي لا قايس لا قايس راجل نقدروه ونحبوه وشريف ونظيف ويحب ما نعملولوش ها قالت لي لا قلت لها عليه فهمني عليه قالت لي على مياتي وليدي قلت لها بلي فهمالي على مياتي ميسالش قالت لي ما هو جينا نظاف وما احلاهم الاربع خمس سنين الاولانيين وبعد يعملوا لنا هك ناس سبقت لهم وانت دبر الراس وقالت لي كان توفيت خليه له في الفريجيدير نحكيه ميسالش مسرحية كلها تحاليل على المجتمع وبسيكولوجيا كيفاش نخموا علاش ولوبسينيتي بتاعنا والدنيا ذيك الكل انتروبولوجي سوسيولوجي والتاريخ تكشف نعرف باش تسدوا حاجة بركة باش تروا ها قولوا شنو مسرحية العبد اللي البارح يقولكش بالله تحاليل والدنيا وفهم المجتمع يا ودي هكا كما ماتوا هو قيس سعيد عملوا له هكا كيف ساعدوا توما تروحوا فرحانين ملا لطفي كم ساعدوا وانا توا مروح بعد مروح سلقى حرس وبوليسيه والمنطقه الاولى والمنطقه الثانيه اول منطقه اي جماعه حذرنا سي عبد اللي عاد نفرحوا بك ولا مسج اي عاد سي عبد اللي جات الاوامر من فوق يا سي عبد اللي ها ادخل عاد خنوريوك ها والبوليسية والحرس يحبوني يقول لك لا نضربوه ولا نعذبوه ولا حتى شيء. نهبطوه للداخلية فما بيت سبيسيال هذا فنان كبير بتاع جماعة الآن. حطوا فيها غدوة صباح قيس يسمع.